لو عايز اعرف رايك بكره في التشكيل المتوقع من وجهه نظرك اللي ممكن يبدا بيه مستر جوميز بكره. عمر جابر الناحية اليمين، عواد عواد حارس مرمى، لا عمر لا جابر، عمر طبعا، فتوح. عمر فتوح القصه بقى في قلبي الدفاع حسام عبد المجيد اكيد ما بنسبه حسام عبد المجيد 90%. لا غنى عنه طبعا. قصه بقى مين اللي جنبه دي هترجع للراجل هو اللي شايف هو اللي هو عارف مش مين عارف الاجل. ليه، انا عندي احساس ان هو يعني ما زال عنده يعني لسه مش مقتنع قوي بياسر حمد، فهيبان بكره لو نزل بياسر حمد يبقى بدا يديله فرصه وبدا يقتنع بيه، لو نزل باحمد او رفاعي خد يبقى بالك او مفيش يعني برضو انت ساعات بتضطر المواقف بتخليك مضطر لحاجات. انت برضو بتتكلم في احمد رفاعي لعيب جامد جدا بس لسه لعيب ما عندوش خبرات او ممكن يبقى فيه خضه ممكن يبقى فيه انت عارف طبعا الفريق الاول غير مراحل قطاع الناشئين فممكن ياسر حمد بصوره كبيره يبقى موجود بكره. لو اداله فرصه هيبقى هو لاعب كويس، بس هي احيانا زي ما بقول لحضرتك احيانا اللعيبه لما المدرب لما بيجي بيحاول يثبت التشكيل، صحيح. وتثبيت التشكيل احيانا بيكون افضل للنادي لان مفيش نادي قوي ومفيش نادي بطولات الا لما بيكون تشكيله ثابت، فهو احيانا في لعيبه بتتظلم في موضوع تثبيت التشكيل ده لانه بيخاف يدفع بيهم، بيضطر يدفع بيهم بقى في مباريات وديه في مباريات سهله عشان يبقى يعني عشان يطمن عليهم. يجهزهم بشقاء يعني هو بالظبط ترافيس موتيابا مثلا قعد فتره طويله برضه وبعد كده شارك في مباراة شارك في الأهلي مباراه الاهلي بالظبط. وفاجئ الناس صحيح وعمل مباراه قويه، صحيح. طب المباراه اللي بعدها نزل مستواه شويه يعني، فهو طيب ندخل نص الملعب نص الملعب محمد شحاتة. انا شايف محمد شحاته ما هو محمد شحاتة يا دونجا يا دونجا وزياد كمال تقريبا يعني. بس محمد شحاته انا شايف وجوده بيبقى مهم لان محمد شحاته يعني هو اعتقد هيبقى خليفه طارق حامد في المستقبل ان شاء الله. لعيب مبشر لعيب مباشر ولعيب مقاتل وعنده مجهود بدني ومقاتل كبير وبيفرق في الناحيه الدفاعيه. صحيح. صحيح. يعني بيأمن الناحيه الدفاعيه خاصه ان دونجا مجهد جدا الفتره الاخيره، فلازم حد يبقى جنبه الجزء الهجومي نشيط. بقى نادي الزمالك الجزء الهجومي اعتقد ناصر ماهر شمال كطرف طرف بالظبط، شمال، عبد الله السعيد، زيزو يمين، وراس الحربه سيف الجزيري لان سيف الجزيري كده كده مريح المباراه اللي فاتت. انت شايف عبد الله مش احمد حمدي؟ لا شايف عبد الله. عبد الله طبعا اكيد وجهه نظر برضو ان عبد الله برضو مش هستفيد بيه بعد كده فانت لازم تستفيد بكره بالظبط. لا ونص لازم عبد الله كبير. يبقى موجود بكره بالظبط كمان عشان بالظبط. تقلل الفرق، يعني انت لما يبقى عندك اثنين او من ال 11 حتى لو حصل قدر الله اصابه او حاجه مش هتتضرر منهم احسن بكتير ما يبقوا ال 11 صحيح اساسيين. صحيح.